الحاجات اللي كانت مهمة في الشوط الأول هي فكرة التفوق الواضح لأشرف بن شرقي على الثنائي محمد هاني أو حتى من جنبه ياسر إبراهيم. تفوق واضح، تتكلم في اتنين لعيبة هما دوليين واتنين لعيبة كبار، محمد هاني وياسر إبراهيم، بس أشرف بن شرقي كان فارق عنهم الشوط الأول. ليه؟ لا هو أشرف بن شرقي فارق عن أي لعيب في مصر، ومش فارق عن الاتنين دول بس للأمانة يعني. إنما أشرف بن شرقي يعني خلينا نتكلم أو الاتنين من لعيبة بتوع النادي الأهلي، ده استكمالا اللي أنا بقوله لك، هم الاتنين بس اللي وحشين، هو الفرقة كلها للأسف ما كانتش كويسة. وخلي بالك إن دايما يعني كانوا كباتننا الكبار بيقولوا لنا دايما لما بننزل أي مباراة كبيرة خلي أول كورة تبقى سهلة عشان تاخد بيها ثقة. أشرف بن شرقي لعبه سهل ممتنع جدا، خلي بالك في الأول يعني مش من أول لعبة تلاقيه راح رايح واحد ضد واحد، لا هو بيستلم بشكل كويس، يباصي بشكل كويس، ياخد الثقة من هنا. محمد هاني بعيد الفترة اللي فاتت، كان عنده إصابة لسه راجع، وأنا كنت ضد إن هو يبقى راجع من الإصابة واضح وعامل اللزقة على رجله، فده كلها بتدي مؤشر يعني. انا لو مدرب هقول للراجل روح لواحد ضد واحد، روح له يعني، هو مش في حالته ومش في لياقته ومش وعنده ممكن ماتشين ثلاثة بقاله فتره مش موجود، فروح العب عليه ما عنديش مشكله فيها. فهو غير ان اشرف بن شرقي لعيب كبير ومحترف كبير جدا، وكنت من ضمن الناس اللي كنت بقول يا ريت ان هو لو فعلا بيمشي من نادي الزمالك يروح النادي الاهلي او النادي الاهلي يتعاقد معاه. انما الاثنين ياسر ابراهيم ومحمد هاني ما كانوش في حالتهم بشكل كبير. انا بس في نقطه عايز اعلق عليها، ودي نقطه مهمه جدا، وشايف ان هي سر تفوق نادي الزمالك مش المباراه دي بس. كابتن اسماعيل وهو بيتكلم سرد في كلامه ان بقى في مبادئ بترصى، وبقى في الكلام ده. النادي الزمالك السنه دي مختلف في حاجتين انا من وجهه نظر، غير ان الراجل منظم جدا وواضح جدا ان هو اهم حاجه عنده انه الوقفه تبقى شكلها عامل ازاي، في حاجتين مهمين جدا ما كانوش موجودين في نادي الزمالك على فترات كبيره الفترات اللي فاتت، وهي اولا الثواب والعقاب. صح، ما فيش حد كبير على الفرقه، الفرقه هي اكبر من اي حد، نادي الزمالك اكبر من اللعيبه اي حد، وده ما كانش موجود. كنت تلاقي قبل كده لعيب ممكن يعمل مشكله ويقعد في خناقه ويرجع تلاقيه بيلعب. صح، موجود في الملعب. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه روح. نادي الزمالك بقى عنده روح بقاله فتره غريبه جدا. من اصغر واحد في الفرقه لاكبر واحد في الفرقه تحس ان هو بيقاتل. صح، فالكلام ده كلام مش عايز اقول لو جديد على نادي الزمالك في العصر الحديث اللي احنا فيه، لا اللعيبه ما كانتش بالكيفيه دي او بالكواليتي ده. صح، السنه دي هم مختلفين في ده. وده يقلقك يعني، انا كنادي اهلي اقلق من ده. ليه؟ لان انا كنت طول عمري في الفترات في الاجيال كلها النادي الزمالك ممكن يبقى فنيا اعلى من النادي الاهلي، ولكن روح اللعيبه بتاعت النادي الاهلي كانت بتبقى مختلفه. فالنادي الزمالك قدر يطبق ما بين الفنيات الكويسه وما بين الروح العاليه. هو في نقطه بقى بضيفها برضو، اللي ادى الموضوع بتاع ثواب العقاب ده طبعا مجلس الاداره طبعا ومستشار مرتضى والناس اللي موجوده. والحقيقه ان فتره بتاعت كارتيرون اللعيبه في اخر 7 ماتشات اللعيبه عارف ليه وصلوا للمرحله دي؟ ان حسوا ان هم بياخدوا بطولات. فمصلحتنا كلنا ان احنا نتلم، مصلحتنا ساعد بقى الحاجات الخارجيه الاكسترا اللي حصلت، ان مثلا في مكافئات بتبقى من مجلس الاداره خاصه للعيبه في 7 ماتشات، في ال9 ماتشات اللي جايين بيبقى فيه يعني الموضوع عباره عن ايه، كابلز بين اتنين، المدير الفني صح ومجلس الاداره، والاتنين متفقين تماما ان هم يمشوا بسياسه واحده. صحيح، فده بيطبق السياسه ده. واحنا عندنا مدير فني ما بيهزرش الحقيقه. يعني عنده يلعب مثلا بلعيب عنده 13 سنه قلبه قاعد. يعني انا بتكلم عليه ده يعني ما بيفكرش ولا سوشيال ميديا ولا اصل هيكتبه ولا لا، هو في مبادئ خاصه واخد كارت بلانش من مجلس الاداره ومن رئيس النادي ان هنعمل كده. صح، هنعمل كده، ففي عدل. فاللعيبه اقتنعت، فاللعيبه ماشيه. طيب، بالعدل بتاعها.